مرة أخرى بنعود مع حضراتكم وإخبارية إخبارية إخبارية 100% إكسترا نيوز وإكسترا تليفونات، وعايز مصر كلها تتفرج على التقرير الجاي. بالظبط كل مصر، عشان ده تقرير حلو جدا قدمنا لكم قبل كده مدرسة، والنهارده هنقدم لكم مهنة تانية. أرجوكم مهم جدا تشوفوا التقرير ده بالظبط، وهنتكلم فيه بعد كده ونفهم البلد ماشيه لفين، وهناخد ارائكم برضه وهنراهن برضه ونقول ارقام وبتاع. يعني عايزين بس التقرير ده مهم جدا حضراتكم تشوفوا الناس اللي احنا بنجيب لهم ناس من اخر الدنيا عشان يقولوا للناس عن البلد عن الناس، يعني عشان كمان وبنهديه كمان للسيد وزير التربيه والتعليم وكل وزراء التربيه والتعليم في ال 30 سنه اللي فاتوا، ادي اللي انتوا علمتوهم، ادي اللي انتوا جنتوه عن البلد، كل وزراء التربيه والتعليم اللي فاتوا والتعليم العالي ادي وكل وزراء الثقافة، ادي كل تعليمكم، ادي كل ثقافتكم. نشوف التقرير ده ونرجع تاني. دقايق قليلة جدا والقاعة دي كلها هتتملي ناس جايين ياخدوا رخصة الإرشاد السياحي. هنحضر سوا المقابلة اللي بتحدد الموضوع ده. وبعدين الموضوع سهل، محتاجين إن هم يكونوا مصريين، بيتكلموا لغة، وعارفين المعلومات التاريخية. إحنا في نقابة المرشدين السياحيين، ومعظم الناس اللي قاعدة دي جاية تقابل وكيل النقابة. احنا هندخل جوه مكتبه ونحضر المقابلات دي، وعايز افكركم بالثلاث شروط اللي هو بيدور عليهم. 1 يكونوا مصريين، 2 يكونوا بيعرفوا لغة، 3 يكون عندهم معلومات تاريخية ومعلومات عامة. احنا اتأكدنا انهم مصريين كلهم معهم بطاقات قومية. اما الشرطين التانيين هنسيبكم تحكموا بنفسكم. I burn in Aswan and I live in Aswan. I'm A. I burn in Aswan and I live in Aswan. My favorite is My favorite hobbies reading Islamic book. حج البيت مثلا بالانجليزي ايه؟ حج البيت. انت واخد من معهد ايجوس في الاقصر، يعني نقدر نتكلم شويه عن معبد الاقصر او عن وادي الملوك او كده؟ ما اعتقدش بس من المعهد بحاجه يا دوبك حبه الانجليش دول اللي هم هساعد ان انا ازودهم ان شاء الله باذن الله، يعني بس كمعلومات عن اي حاجه تاني ما فيش بصراحة. فور لمسنس. لمسنس ايه المسنس ده بقى؟ مسنس زكاة. جيفينج زكاة. جيفينج زكاة. وات از زكاة؟ زكاة ان انجلش دو يو نو؟ زكاة. زكاة ان انجلش. اوكي. وان عربك زكاة. زكاة. بلجريميت تو مكة. اي هاف 29 years old. فين هم؟ معايا. ايه؟ هي اي ام ولا اي هاف؟ اي ام. اي ام؟ ممكن يكون بلخبطة الحاسب. اي هاف. I have. What is the five pillars of Islam? بري. خريج ايه؟ ايجوس. ايجوس فين؟ الاقصر. في الاقصر؟ تقدر تقول لي اي حاجه عن الكرنك الاقصر بتاعه؟ انا اقدر اقول لك عن اسوان. 3 بيراميد كينج اوف خوفو، 2 بيراميد فور سينفرو. سينفرو في الجيزه؟ معاهده السلام كانت سنه كام؟ معاهدة السلام تقريبا، او مين اللي مضوها مع بعض ولا ايه؟ سادات ونيلسون. نيلسون ماشي. شمعون. قلنا السادات مات سنة كام؟ 52. 54. 74. حرب 73 للجماعة عبد الناصر. كل الناس اللي احنا شفناهم دول ولا واحد فيهم خد الرخصة، والنقابة ما بتديش رخصة لحد ما بيعديش المقابلة دي. طيب اللي بينجح بقى في المقابلة دي، تخيلوا ان هو ما بيلاقيش شغل، لان الاجانب واخدين مكانه في مهنه الارشاد السياحي بشكل غير قانوني. بيتم منح الاجانب تصاريح ترجمه، ودي التفاف حوالين القانون بان بيتقال ان ده تصريح ترجمه عن مرشد مصري، وفي الواقع طبعا ده كلام مش سليم، لانه المرشد المصري اللي هو بيطلع، وحضرتك ولنفترض ان انت التوليدر الاجنبيه من اي بلد، المفروض انك انت تترجمي عني. انا لو استجريت وحاولت افتح بقي عشان اتكلم كويس، هنطرد في اللحظة على طول. وبقى أصبح عندنا في هذه المهنة بطالة غير طبيعية، لأنه الأجانب كمان النهاردة بتتحل مشاكل البطالة برة في أوروبا أو في دول تانية، يعني في شرق آسيا أو آسيا أو على حساب المصريين. أكيد مش محتاجين سفرة من برة يتكلموا عن بلدنا، لكن الناس اللي احنا شفناهم دول دفعوا فلوس كتيرة جدا علشان يتعلموا، وفي الآخر دي النتيجة. طب هنقول كلهم استيعابهم قليل وكلهم ما بيذاكروش، مين اللي اداهم شهادة التخرج؟ تخيلوا ان الناس اللي انتوا شفتوهم جوه في الأوضة دول كلهم قاعدين مستنيين نتيجة الامتحان. طيب
المشكلة دي جاية منين؟ دينا أبو الفضل الجندي، القاهرة اليوم. شكرا دينا. المشكلة دي كان يو جو. يعني الراجل بيقول له عندك كم سنة؟ فبيقول له I'm 20 years old. قال له I am. عندي أنا معايا. بعدين قال له مين؟ قال له مين العم وعد؟ قال له مين نيلسون ومين شمعون ده؟ لا مين نيلسون؟ والسادات 152 وحرب أكتوبر عملها مين؟ وحبة الإنجليش جمال عبد الناصر. حبة الإنجليش اللي أنا أعرفهم. طب ولا واحد فيهم عارف حاجة عن معبد الكرنك؟ لا وإيه؟ طب الهرم التاني عامله سنفرو وكلهم خريجين معهد. سنفرو كلهم خريجين معهد. معهد سياحي يا تبع مين ده بقى؟ لا بس ده تبع مين؟ لا كثقافه عامه. ايه يعني كثقافه عامه يا سيدي؟ ايوه ايا كان برضو انا معاك. ثقافه عامه دي فيها واضح ان فيها. وبعدين إيه هم زعلانين انه واخدين المرشد؟ طبعا ياخد مرشد اجنبي. مرشد اجنبي قرا له كتابين. لا ثانيه واحده خد بالك ان عندنا في مصر هنا مرشدين معلمين. لا انا بتكلم عن جداد الاجيال اللي طالعه دي. ده مين ده؟ ده ما يخش ده ما يمشي. ده فضيحة لو مشي قدام حد. طبعا مشي وراه على فكرة. رأي دينا وفضيحة لو مشي وراه على فكرة. رأي دينا وكمان مستنيين نتيجة. يعني في ناس دي متخيلين انه هينجحوا. اللي قالك الهرم يعني خوف وخفرة موقرة عارفينه. الراجل قال له سنفرو. بس لا مش كده. قال له كلمني عن الأقصر. قال له ممكن اكلمك عن أسوان. لما الأقصر. لا قال له قول لي حاجة عن معبد الكرنك. ده عايش هناك. ايه عايش هناك؟ طب احنا يعني عشان بس ايه ما يتخيلش مثلا ان احنا ايه وقفنا عند الاخطاء. احنا عندنا امتحان كامل لواحده من اولها لاخرها. خلينا نشوفه ونرجع تاني. هو الرئيس؟ عبد الناصر. ما تسالينيش انت بتجاوبيني انا بس. جمال عبد الناصر ماشي. وبعدين اللي بعديه كان مين؟ السادات. مش اول رئيس بس. هو في محمد نجيب. ايوه محمد نجيب. وفي محمد نجيب وفي مكفرون في. بس احنا كده بعدنا. لا خلينا بالترتيب. انت كده ترجعي لي بالك ما جاش بعد عبد الناصر. ما ينفعش. ما انا بقولك احنا كده بعدنا. لا ما تبعديش. احنا خلينا نقف عند نقطه. السادات احنا قلنا السادات مات سنه كام؟ 52. يبقى ننزل بقى. انا سالتك محمد نجيب او رئيس مصر تقريبا سنه كام محمد نجيب؟ محمد نجيب كان مش فاكره. محمد نجيب تقريبا يعني احنا عندنا نقطه بديل منها. ننزل لتحت شويه. يعني الاربعينات. الاربعينات. وبعدين جيب عبد الناصر. سنة كام تقريبا؟ جمال عبد الناصر كان في حاجة و60. جمال عبد الناصر حاجة و60؟ لا جمال عبد الناصر الأول. أيوه ماشي كويس. يبقى أكيد في الثلاثينات. في الثلاثينات. ماشي. وبعدين؟ وجيب بعد السادات مات 52. ها بعد كده حصل ايه؟ بعد السادات بعد السادات بقى حسني مبارك. حسني مبارك. حسني مبارك 52؟ لا اللي هو بعده على طول. في رئيس مجلس الشعب كان جه في النص ما بينهم. الفتره الحكم بينتقل صح؟ وبعدين الرئيس مبارك مسك. انت ما درستيش الحاجات دي في المدرسه؟ ايوه درستها بس مش متذكره. بس دي مشكله. حرب 73 لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. ها اطلعي بقى. وبعدين حصل حروب تاني ولا خلاص؟ نعم. ها طيب حصل معاهده سلام بيننا وبين اسرائيل. ايوه سنه كام تقريبا؟ نسيان السنين بس. طيب مين اللي عمل مين اللي وضع معاهدة السلام؟ تفتكري؟ لا برضه طبعا مأساة. الست بتقول لك ان السادات مات سنة 52 وجي بعدين الرئيس مبارك على طول. طب الست دي كانت عايشة فين؟ وعبد الناصر ده وصل في الثلاثينات والملك فاروق جه بعد كده. طب دي كانت عايشة فين؟ يعني هي حتى عايشة فين؟ بلاش يعني احنا مش عايزينها تبقى حافظة حاجة. انا عايزها تبقى عارفة هي فين. يعني هي الست دي اكيد كانت موجودة وقت ما الرئيس مبارك تولى. يعني اكيد كانت مواليد. ما بلاش اتولدت ايامها عندها 25 سنة 26 سنة
ما بتقراش الجرايد اللي بتقول الرئيس بيتجدد له بقاله كام سنه في الحكم؟ لا ما بتشوفش. ما هو ده الوهم اللي عندنا محمد. ان احنا فاكرين ان كل الناس مهتمه بالموضوع ده التجديد وماده 76 و77 في دي ناس معاها شهاده ده تعليم، ده شكل تعليم. بلاش علشان يبقوا مرشدين سياحيين، عشان يبقوا مواطن عادي، لا بني ادم. لكي تكون بني ادما، يعني انت فاهم ازاي؟ بني ادم يعني لكي تكون انسان. عايز حبه انجلش؟ قريت قال لك اي هاف 20 ييرز اولد اي هاف اهم حاجه عنده انجليزي الكمبيوتر. الراجل يعني داخل عارف.